السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حسن الرداد يبكي من الفرحة بعد حمل زوجته ايمي سمير غانم، وفرحة كبيرة وسونار للمولود، وكمان هنعرف نوع الجنين، وكمان اول رد من دنيا اختها طبعا، وفرحتهم كلهم بايمي. سبحان الله، العوض جميل جدا جدا. هنشوف اول لحظات ليهم، وكمان بعد معاناة كبيرة قوي. ايمي بقالها فترة متجوزة، وبصراحة بقالها فترة طويلة جدا بتبحث عن الانجاب، وراحت لاطباء كتيره، وسافرت بره مصر كمان علشان عايزه طبعا تنجب زي حاجه طبيعيه. وكمان والدها ووالدتها قبل وفاتهم كان من امنياتهم انهم يشوفوا احفادهم من ايمي سمير غانم. هما طبعا شافوا بنت دنيا قايله، لكن كان نفسهم يشوفوا من ايمي بنتهم. وبرده دي حاجه طبيعيه لكل الأب والأم، طبعا بيحبوا يشوفوا أحفادهم. إيمي سمير غانم سبحان الله بعد فترة من المعاناة والتعب، النهاردة وبالمبارح كل السوشيال ميديا بتتكلم عن حملها، وإنها بجد يعني ربنا بيعوضها طبعا عن فترة العذاب. بقالهم سنة كاملة يا جماعة تعبانين من في مرض والدهم ووالدتهم، وبعد كده وفاتهم هما الاتنين، فأكيد ده كان ابتلاء عظيم طبعا وكبير جدا جدا من ربنا، ولكن رحمة ربنا طبعا وسعت كل شيء. حسن الرداد أعلن وهو يبكي عن إن في مولود قادم، وإن شاء الله هنسميه سمير، وراحوا وعملوا سونار وفرحة كبيرة قوي قوي. يعني حاسة إن الموضوع ده هيخليهم ينشغلوا شوية عن الحزن. أكيد الفراق بيوجع، وأكيد هم داخليا تعبانين، ولكن إنهم يشوفوا المولود أو يروحوا يبحثوا عن لبس ليه، كل الحاجات دي هتخلي إيمي إلى حد ما تتغير شوية. لأن حسن في آخر ظهور ليه قال إنهم تعبانين قوي، وإن نفسيا الموضوع مؤثر عليهم. أيضا حسن الرداد دائم الإلحاح على إيمي إنها ترجع تمثل تاني، وبيدعمها وبيقول لها إنك أجمد كوميديانة في مصر، لازم ترجعي لجمهورك وتكملي مسيرة والدك ووالدتك. أعتقد دلوقتي ما ينفعش ترجع، يعني مفروض تاخد بالها بقى من نفسها وصحتها علشان المولود اللي جاي. راحوا عملوا سونار، هي يا جماعة كانت حامل وما تعرفش، يعني هي حامل بقالها كام شهر، وللأسف ما كانتش تعرف خصوصا الفترة اللي فاتت. أي تعب بيظهر عليها بيتوقعوا إن التعب ده من شدة الحزن وشدة الألم على والدها ووالدتها، ولكن آخر مرة تعبت جدا ووقعت وسقطت على الأرض، وطبعا نقلوها لدكتور العائلة، دكتور عادي خالص، والدكتور ده هو نفسه اللي حولها لطبيب نساء لأنه شك إنها ممكن تكون حامل. وبالفعل راحت وعملت كل الفحوصات وبقت حامل، طبعا طلعت حامل. ربنا يا رب يكمل لها على ألف خير إن شاء الله. بالمناسبة نوع الجنين أكيد لسه ما تعرفش، بس حضراتكم عارفين بقى كل السوشيال ميديا عمالة تقول إنها هتجيب ولد وهتسميه سمير طبعا، لأن يعني هما بنتين ما كانش لهم أخ أو حاجة، وكانت من أمنيات الفنانة دلالة عبد العزيز رحمة الله عليها انها يكون ليها ابن ولد، وده قالته في كذا لقاء. لكن سمير غانم رحمة الله عليه ايضا كان دايما بيقول ان انا عندي البنات هي زي الولاد. سبحان الله، ربنا ان شاء الله يكمل لها على الف خير ويعطيها باذن الله اللي هي نفسها فيه، سواء ولد او بنت، اي حاجة نعمة من عند ربنا ان شاء الله ربنا يكمل لهم فرحتهم بخير. عايزاكم كلكم تنزلوا في التعليقات تقولوا لها مبروك، وتقولوا لها ربنا يكمل لك بخير يا ايمي ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم جدا جدا، ولو في تفاصيل جديدة وقت ما يعملوا السونار او كل حاجة للناس المهتمة بس اكيد هوافي حضراتكم. انا بشكر حضراتكم جدا، استنوا منا كل الجديد. شكرا جزيلا، سلام عليكم.